عرضيه خطيره والهدف يا نهار ابيض. أنا الأهلي اللي جاي والحاضر، أنا الأهلي في كل مكان. هنشوف رأي نجومنا في لعبة كرة القدم بقى. في ناس بقى بتحب كرة القدم، يعني مش حاسس قوي إن الناس راضية عن الأداء، بس هنشوف نجومنا هيقولوا إيه في تحليلهم لهذه المباراة. اسمحوا لي أرحب بكابتن حسن مصطفى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق. أهلا وسهلا بك يا كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك. كابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر، أهلا وسهلا بك حبيبي. وسهلا الله يخليك. كابتن حسن، شفت الماتش إزاي؟ والله المباراه النهارده انا اديت له الكلمه الاول باعتباره لا خالص لا مع ان الكابتن وليد لا هو الكابتن وليد كابتني طبعا يعني لا ازاي يعني النهارده الواحد كان زعلان النهارده على اداء النادي الاهلي. انا كنت متوقع ان يعني المباراه هتبقى النهارده مثلا هيبقى لعيبه نادي الزمالك هتبقى متحفزه متحمسه كويس جامد جدا، بس قلت هيبقى في مردود رد فعل من لعيبه نادي الاهلي هيبقى احسن من كده اقوى من كده. لا النهارده النادي الاهلي اداؤه النهارده ما كانش عاجبني هجوميا ودفاعيا. اتخذ منه نص الملعب في اوقات كتيره جدا، والواحد كان زعلان من النقطه ديت، لان انت برضو مروان النهارده بسبب لعيبه كتير قوي النادي الاهلي كانت في لعيبه مصابه، فالراجل كولر ريح ناس عشان الماتشات اللي بعد كده. هو عنده ثقه في الناس كلها وبيلعب باي حد، فدي حاجه كويسه. بس النهارده النادي الاهلي ما لعبش كويس بس كسب المباراه، ودي احسن حاجه. الفريق كبير بيعرف امتى ياخد البطوله، امتى لما يكون وحش ياخد البطوله، ودي اهم نقطه يعني. طيب كابتن وليد، يعني طبعا في البدايه مبروك للنادي الاهلي طبعا وجمهوره ومجلس اداره، وهارد لك لنادي الزمالك وجمهوره. الزمالك لعب بشكل كويس النهارده، حط النادي الاهلي في نص ملعبه، اشتغل استحواذ لان الزمالك كان اعلى بكتير من الاهلي. الزمالك وصل لمرمى شوبير وضيع. الحاله الفنيه اجمالي كانت احسن من النادي الاهلي، لكن انا مش هلعب كوره حلوه واخسر. صح، انا مش على مسرح، انا عايز حتى العب كوره وحشه واكسب. وده اللي الاهلي عمله النهارده بالخبرات اللي عنده والناس المهاريه اللي عنده، قدر والاخطاء الفنيه اللي عند جوميز وعند اللعيبه خلى النادي الاهلي كسب. هتقول لي طب الاخطاء الفنيه ايه؟ اقول لك الحته العمق الهجومي. انت ماسك كوره في نص الملعب يا حسن وبتوصل على الاطراف، لكن ما فيش عمق هجومي. راس حربه واحد بس اللي في ال 18. فين الكثافه الهجوميه سواء من زيزو قبل ما يخرج او من مصطفى شلبي؟ طب خلينا نبدا الاول بالتشكيل. أوكي. تشكيل الزمالك انت راضي عنه؟ لا. كنت تتمنى ايه التغيير؟ اتمنى ان اولا ناصر منسي مكانه الجزيري، ده رقم واحد. رقم اتنين نص الملعب عادي ممكن يشتغل، يعني هي دي التغييره الوحيده. يعني ممكن اوباما وعبد الله السعيد ودونجا الثلاثة، ممكن الناس تقول الحته الدفاعيه وي لكن لا هي تمشي تمشي. لكن الاساس مباراه زي دي فيها سرعات وفي وملعب كبير، فانا محتاج سرعات في الحته الهجوميه. طب ناصر منسي ده راجل صندوق بيلعب تسعه جوه الصندوق، ما بيجري عنده يعني مش سريع زي سيف الجزير. لو سيف موجود كان هيحصل فيه قلق فيه او خلل فيه التلت الهجومي، زائد ان احنا عندنا بعض اللعيبه اللي طبعا منوره قوي الموسم ده واسمها كبير وبتأدي في الملعب، هي مش صاحبه الكوره. لا مش فاهمه دي، يعني منوره يعني الجمهور مهيص معاهم بالظبط، لعيبه كويسه كل حاجه. لو على سبيل المثال مثلا زيزو قبل ما يخرج، زيزو احسن لعيب في مصر يعني باعتراف الناس كلها، لكن ده ما يدينيش الحق حسن ان انا ابقى صاحب كوره. احسن من امام عاشور؟ ما هو ده حاجه وده حاجه. ده مركز لا يعني انا بكسر احسن لعيب في مصر، دي كلمه كبيره قوي. لا ما هو فعلا زيزو احسن في مركزه مصر. يعني احسن لعيب في مصر تمام. ف
فانت مش صاحب الكوره، انت رحت كورتين ولا ثلاثه في الشوط الاولاني لو عملت السلو باص لعبد الله السعيد او لشربي كان اجوال، فانت مش صاحب الكوره. فبالتالي لازم يبقى فيه الشغل الفني، وبعدين انت ضامن طول الوقت في الحته الفنيه، ضامن طول الوقت جوه الملعب يا حسن. بس هو خلي بالك مش كان فاتح. المدير الفني هو اللي بيقول له، لا يعني انا شفت جوميز بيقول كل شويه يشاور له يقول له خش لجوه خش لجوه خش لجوه، دي في حاله واحده يا حسن. لما اقول له خش لجوه لو كره مع النادي الاهلي عشان اقفل عمق الملعب، دي رقم واحد. رقم اثنين لو انا معايا الكوره قولا واحدا افتح الملعب، يطلع على الخط عشان يفتح الملعب عشان يفتح ديفنس النادي الاهلي. طب شفت اصابه زيزو فرقت مع نادي الزمالك في الشوط الثاني؟ مع ان اللي انا بتكلم في حاجات سلبيه لزيزو، طبعا فرقت. طبعا فرقت بشكل كبير. برضو مهما كان انت راجل، زيزو متحرك، راجل بيخش في العمق وبيعمل الكروسات كويس وبيشوط كويس وعنده ثقه عاليه جدا ولاعيب دولي. طبعا. طب من يسال عن الهدفين؟ الفرقه كلها والجهاز الفني، مش افراد. مش هتكلم على افراد، مش الجون وخط الدفاع. لا لا لا، اصل ده وارد. طب انت كان ليك راي في الجون الثاني؟ يعني الجون الثاني كنت شايف ان سندت قفشه يعني؟ لا انا بقول الجون الثاني ان اولا دخل فيك هدف في الدقيقه 80 مثلا، مع انك انت كنت الافضل والاحسن. طب ايه المشكله ما الم نفسي وابدا؟ ما انا لسه قدامي 10 دقائق غير الوقت الضايع. برضه بترجع للتكتيك، هي المشكله. طبعا. واللعيبه نفسها ان انا اخد الكوره واسنتر واروح اجيب جون. تمام. طيب كابتن حسن، شفت ازاي تشكيل النادي الاهلي وتعقيبك على الهدفين بالتحديد؟ لا هو التشكيل كويس، بس هو كان مروان عطيه بس كان المفروض يبدا. بس بيقولوا ان هو كان عيان او تعبان او حصل له اصابه قبل المباراه، فالنهارده ما لعبش. طبعا السوليه لعب كويس في نص الملعب، يعني امام، وامام كمان كان بيقولوا ان هو عيان، فكان الفتره اللي فاتت دي بيكثفوا له العلاج. طب وكده. هو ليه ما ابتداش بقفشه؟ هقول ليه ما بداش بقفشه، لان قفشه في اوقات كتير هو انا كمدير فني او هو كمدير فني ككولر بيحس ان مثلا السوليه يقدر يعمل البوكس، يروح يطلع يكمل الهجمه ويرجع تاني. قفشه ممكن في مدربين بتقلق من الحته دي، الحته الدفاعيه شويه، مع ان كورته كويسه جدا. من مع ان انا بفضل اقول طول الفتره اللي فاتت ديت بقول قفشه من احسن اللعيبه الفتره ديت، بادئ الموسم كويس جدا، بقى يلعب كره لقدام، بقى ايجابي اكتر، بقى يكمل الهجمه، بقى يجيب اهداف. شايف ان السنه دي قفشه اتغير كتير جدا، لان كان السنه اللي فاتت هو اللي حاسس عمل الجون وجاب جون. لا لا، هو كان السنه اللي فاتت حاسس في بدايه الموسم ان هو لو ما غيرش من نفسه ممكن ما يلعبش خالص. فهو صراحه مؤدي اداء كويس، يعني من الناس اللي. طب جون امام عاشور شفته ازاي؟ لا امام هو دايما النادي الاهلي بيعمل حاجه كويسه جدا. بيعمل لو الكره من ناحيه اليمين يعمل كره عكسيه امام يكمل، او من ناحيه الشمال السوليه يكمل. فديت حاجه كان لازم المدير الفني بتاع نادي الزمالك لازم ياخد باله من النقطه ديت، لا يخلي الباك ليفت يضم ابو الفتوح، لا عمر جابر يضم. لو تاخد بالك في الجول اللي جه دي طبعا هجمه مرتده، كانت لعيبه الزمالك كلها بتهاجم، وكره على فكره الكره دي كان ممكن يصدها عواد لولا جت في رجلين ابو الفتوح، جت في فخدته وهو بيوقع على الارض. فبعدت الكره شويه عن عواد. الجول الاولاني لو تيجي تبص قفشه استلم الكره، اللي انا بقول لحضرتك النقطه اللي بقولها، قفشه استلم الكرة بص امام هو اللي بيكمل، مين اللي المفروض يدوم؟ عمر جابر. يعني عمر جابر لو ضم كويس وما لعبش على الاوفسايد. بس انا شايف ان لعيبه الزمالك غلطوا ان هم وقفوا على انها اوفسايد. ايوه، ما هو ايه، انت المفروض كمدافع كمدافع عمر جابر انا ما العبش على الاوفسايد في كرة زي دي. لان احتماليه ممكن يكون لعيب من الناحيه الثانيه مثلا ابو الفتوح او الحته دي يكون مغطي الاوفسايد. فانت لازم كنت تتامن نفسك قوي وتخش وتضم كويس. ما تخليش امام يبقى قدامك وتبقى انت قدامه وتطلع الكوره. ما هي دي اخطاء الكوره يعني في الاخر هي دي. انا النهارده الواحد زعلان من بيرسي تاو وحسين الشحات، النهارده كانوا بيلعبوا لعب فردي جدا. كل واحد فيهم بيأدي اداء فردي. طب انا مش هدافع عنهم لان انا دايما خناقاتي مع اصحابي على الموضوع ده، بس في ناس كده بعتبرهم هم جوه المطحنه بتاعه الماتش، علي معلول وحسين الشحات مثلا. يعني دايما انت بتبقى يا اما راضي يا اما مش راضي، مع انه هو اكتر واحد بيجري في الملعب واكتر واحد بيدي في الملعب. ما هو انت كده كده انت بتعتمد على الاثنين دوت حته في الحته الهجوميه، حسين الشحات وعلي معلول، لانهم بيعملوا جبهه كويسه جدا هما الاثنين، وهما الاثنين متفاهمين جدا في مع بعض، يعني دايما بيبقى فيه كونكت ما بينهم. النهارده الطرفين الباكين بتوعك هاني وعلي معلول بسبب ان حسين وبيرسي تاو وحشين جدا فما كانوش بيزيدوا. فعشان هي دي النقطه، كان النهارده النادي الاهلي اداؤه بسبب الثلاثه الهجوميين كانوا وحشين.
انت عارف كابتن وليد، انا بحب حريفه الكوره، وانت كنت من طبعا. الحريفه بتوع الكوره، يعني الحريف اللي بيمسك الكوره. شفت ازاي الركنه بتاعت قفشه؟ بص ما شفتهاش يا لا استاذ هاني، بص بقى، ما احنا النور قطع ساعتها يا استاذ خالد. يعني يا استاذ خالد في ايه بس؟ يعني ما شفتش ال انا بكلم واحد حريف كوره، شفت يعني ازاي، لا شفت ازاي الركنه بتاعت قفشه؟ لا عملها حلو جدا، عملها ما استخدمش فيها قوه، رفع راسه وبص وحط بطن بس رجله. الحريفه بيقروا بعض يعني. لا هو حطها بشكل حلو بصراحه. قفشه من اللعيبه المهاريه واحنا عارفين الكلام ده، وبيقدر يوصل اللعيبه في لجون من اقرب فرصه. لكن اللي عمله يبين ان هو لعيب كبير، اللي هو هيحط الكوره ويسندها. إيه لما الشوط الاول خلص حسيت ان الزمالك هيفوز؟ انا صراحه يعني دخلت الحلقه بنهايه الشوط الاول، تمام. في الشوط الثاني كنت قاعد قلقان جدا كاهلاوي. قبل الجون الاولاني بتاع امام عاشور انا لحد الدقيقه 80 81 انا كسبان. انت واثق انك كنت انا كسبان؟ كسبان. ما هو ده النادي الاهلي دايما كده يعني، لا بيعشم الناس. مش هو ده النادي الاهلي. مش موضوع ده. هو الاهلي كان وحش النهارده ده قولا واحدا، لكن برضو طب انا هستعيد تعريفك، ما انت بتقول لي كان وحش بس جاب جونين. ما انا بقول لحضرتك اهو، يعني هو كان وحش ومش النادي الاهلي، الزمالك كان متفوق، وده مش عيب في الكوره وده وارد. بس هو مش تفوق، بس لكن ده عايز يعني والله مش تحيز، يعني بس هو في كلمه مش تفوق التفوق الاثنين ما كانوش متفوقين. بالظبط، هو الكوره حصلت في نص الملعب يعني مفيش فرص. من وجهه نظر الشوط الاولاني الاثنين احوش من بعض. لا بص يا يعني حسن، انت تقول ال 90 لو يقصد دقيقه الاستحواذ يبقى عنده حق. ال 90 دقيقه نادي الزمالك شاط شوطه، ال 90 دقيقه نادي الاهلي ما شاطش غير شوطه واحده وستات السوليه، يعني ما فيش حاجه ايجابيه يعني. لا الشوط الاولاني في شوطين على شوبير وفي كذا كره عرضيه، مش دي الفكره. بص يا حسن، بس يعني زي ما انت قلت يا كابتن وليد، ايه النقطه، إيه الكثافه العدديه بتاعت أقول لك. طب نسمع، قول لي يعني الزمالك كان متفوق على النادي الاهلي بشهاده الجميع كاهداف الملعب. ما في متفوق، احنا بنتكلم مستحوذ. ما هو ومستحوذ، وهات الارقام هتلاقي الارقام الزمالك اعلى في استحواذ. انا موافق، بس لكن في التفوق ده هو ما هو ده انا مستحوذ في نص الملعب وبروح وعندي كام كورنر، عندي كام فاول، الحاجات دي بتتحسب. لكن برضو في الاول وفي الاخر الكوره نتائج. صح، يعني انت افضل يعني اعمل كوره وتشقلب وقف على دماغك في الملعب وقف على الكوره واعمل، وفي الاخر خسرت. طب انا هعمل ايه؟ طيب انت بتقول لي عواد ما يسالش عن الهدفين. كل الحكايه التكتيك، يعني التكتيك هو اللي بيرجع التمركز لها. التمركز وحته ان انا في الوقت اللي انا شلبي شغال على هاني بشكل كويس قوي، وزيزو شغال الناحيه التانيه بشكل كويس، ونص الملعب مش عارف اجيب جون، لا يبقى انت لازم تستقبل. طب شفت نزول شاكابالا ازاي؟ شيكابالا تغييره مضطره لان زيزو اتعور. زيزو اتعور فما فيش الا شيكابالا. شيكابالا نزل طبعا بيمثل الحته المهاريه، لكن برضو حته العمق الهجومي ما كانش متواجد لنادي الزمالك عشان يقدر يسجل مره او اتنين. لكن ان كان شلبي عمل كره بالعرض، كان اوباما والناصر واقفين اللي عدت من مصطفى شوبير ومحدش لمسها، وكره تانية عمر جابر عملها عملها مرتين وبرضه محدش مكمل، فده عيب فني في العمق الهجومي. ماشي، شفت ازاي مصطفى شوبير؟ لا النهارده ادى اداء كويس. انا من بدري جدا من السنه اللي فاتت بقول عليه ان هو حارس واعد، وان شاء الله باذن الله يستمر على كده، وهيبقى فيه منافسه قويه جدا ما بينه وما بين الشناوي. دايما بقول مميزات، انا كنت دايما ابص على مصطفى شوبير اشوف ايه مميزاته. بشوف ان هو عنده الفوتورك كويس جدا، عنده القوه الانفجاريه كويسه جدا، بيلعب برجليه كويس، الكور العرضيه تحسن فيها، كانت عنده مشكله في دي بدا يتحسن فيها كويس جدا. لا انا شايف ان شاء الله باذن الله لو في استمراريه، لان انت برضو هيقابل مصطفى شوبير الفتره الجايه، ان هي لما الشناوي يرجع من الاصابه بتاعته هيبقى في تنافس جامد، وطبعا الكفه هتميل للشناوي بس شويه. ده عهد النادي الاهلي يعني، ما ابوه كان ايوب الكوره يعني. بالظبط كده يعني. بس انا حراسه امام النادي الاهلي دي اصلها، بس برضو اللي انا عايز اقوله هو لسه، انا برضو يعني لسه بدري ان انا اقيم مصطفى شوبير، وان انا اقول ان مصطفى شوبير يبقى حارس النادي الاهلي بعد سنه كامله تبقى كويسه. مش ماتشين ثلاثه يبقى كويس، بس هو اللي انا شايفه الحاجه الكويسه فيه في الماتشات الكبيره، والحارس الكبير بيبان في الماتشات الكبيره زي في ماتش الزمالك، في بطوله افريقيا، مش الماتشات اللي هي معلش انا اسف يعني في الدوري المصري يلعب الجونه او كده، لا. لان انت لما بتيجي تلعب مثلا الجونه او اي فرقه تانية يعني اقل شويه،
بتبقى الاهلي هو اللي بيهاجم والاهلي هو اللي بكده، فما بيبقاش فيه عليك هجمات في ماتش زي ده يبان شخصيته. طيب السؤال ده بقى فيه امانه بغض النظر عن الانتماء، عبد الله السعيد شفت ازاي عبد الله السعيد في الماتش، وبشكل عام شفت ازاي صفقه عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد خطورته بنفتقدها بنسبه 50% لما بيلعب نص ملعب. يعني انت برضو بتعود للمدرب انه وظفه غلط؟ اه طبعا. هو الفكره هو عايز هو بين نارين، يلعبوا نص ملعب ويدافع وفي نفس الوقت يبني له الهجمه. مش هينفع. لكن عبد الله السعيد عايز تشوفه، عايز تشوف عبد الله السعيد لعبه 10 على قدام تحت راس الحربه. هو اللي بيتحرك مكان اوباما، يجي مكان اوباما. هو اللي يشتغل، تشوف عبد الله السعيد هنا والثرو باص اللي عبد الله عمله، حتى طلع اوفسايد. يعني شو دي الكره اللي رحنا بيها ثرو باص، مين اللي عملها؟ عبد الله السعيد. ليه؟ لانه عدى نص الملعب بشويه. لكن طول ما انت حاطه جنب دونجا او قدام دونجا انت مش هتستفيد منه. طب لا يعني خلينا نتكلم بصراحه، في ناس تقول لك لعيب عنده 38 سنه ومر بظروف نفسيه كتيره جدا والجمهور بتاع الاهلي معاه، مش يعني شايف الصفقه دي ازاي؟ لا هو اولا احنا مالناش دعوه بجمهور النادي الاهلي خالص. هو ما هو برضه كان في حاجه مش هنقدر ده زمان ده سنين لما برضو كان امام بيمسك الكوره الجمهور الثاني كان بيضغط عليه، ولما برضو ما هو لحضرتك جمهور الاهلي بيضغط عليه. ما هو برضه امام مش بتاعنا، مش لعيب الزمالك. اولا امام كان بيلعب في الزمالك واحترف وجه من الاحتراف على الاهلي، يعني مش جاي من الزمالك. يعني لو عايز تمشيها كده ماشي. لا انا ماشيها كده. هو الاهلي دافع فلوس لمين؟ ما هو سؤال بس. لا انا ماشي بقى الجمهور ليه ان هو فاهم. لا انا بوضح الرؤيه. لا بقول حتى كمان لجمهور الزمالك اللي انت بتصفر عليه ليه؟ يعني ماليش دعوه بجمهور الاهلي. يعني انت كجمهور الزمالك ده مش انت عليه يعني ده انت يعني يا كابتن وليد مش زعلان ان امام راح الاهلي؟ انا زعلان عشان لاعب كبير. يعني اي زملكاوي هيبقى زعلان عشان لاعب؟ لا مش جاي من الزمالك والله، ما جاي من الزمالك. يعني بلغتنا احنا جاي من الزمالك. لا بلغه قانونا بقى، بلغه القلم والورقه والكلام ده كله مش جاي من الزمالك. لكن هو لعيب لسه ما قدمش اللي قدمه في الزمالك، عنده امكانيات اعلى بكتير كمان. لكن انت شايف عبد الله السعيد صفقه رابحه؟ اه طبعا. كابتن حسن؟ لا هو عبد الله السعيد 38 سنه، 38 سنه لعيب كويس عنده ثقه النهارده. هو عنده 3 سنين؟ لا سنة ونص. سنه ونص، سنه ونص او سنتين مش يعني سنتين. عبد الله السعيد لعيب كويس عنده امكانيات كويسه. الحاجه الكويسه اللي مثلا دلوقتي بدا نادي الزمالك يستغلها ان بقى عنده لعيبه نص ملعب كويسه منها عبد الله السعيد ناصر. بقى نادي الزمالك عنده لعيبه يقدر يمسك الكوره، يقدر يهدي الملعب. كان من الفتره اللي فاتت نادي الزمالك بيفقد الكوره على طول وفي حاله دفاع، في حاله دفاعيه. دلوقتي لا، بسبب عبد الله السعيد. بس لسه بدري، خلي بالك الصفقه عبد الله بقاله فتره ناس كتير قوي ما بتتكلمش عنه. ناس هو بيراميدز مفيش الاعلام والضغط الاعلامي. دلوقتي لما راح نادي الزمالك بقى في ضغط اعلامي من الاهلي، ضغط اعلامي وجمهور ومسانده من جمهور نادي الزمالك. فالواحد يقول ان عبد الله السعيد لا هيعمل حاجه كويسه، مش هيعمل حاجه كبيره عشان سنه، بس هو بيأدي بخطوات ثابته مع نادي الزمالك. طيب لو انا قلت لك بعيد عن امام عاشور، مين ياخد احسن لاعب في الزمالك؟ احسن لاعب في الزمالك اقول دونجا. دونجا. كابتن حسن مين احسن واحد في الزمالك؟ لا دونجا. دونجا برضه ادى اداء كويس جدا. كان النهارده عاجبني بيقطع الكوره لما الكوره الثانيه بياخدها على طول. اصل ده مركزي يعني، فدي ميزه لعيب نص الملعب. الكوره الثانيه هنا او هنا، فهو كان بيعملها كويس قوي. مين اسوا لاعب النهارده في الزمالك؟ اسوا مش هقول اسوا يعني، لكن مش في مستواه. اوباما. اوباما. كابتن حسن؟ لا يعني هو مفيش اسوأ، هو ممكن نقول متوسطين. كان ابو الفتوح واوباما كانوا متوسطين يعني، كان متوقع منهم اكتر من كده. يعني الاثنين يعني اعذر فتوح يعني اعذره يعني مثلا عشان بقاله فتره بس. يعني ابو الفتوح لو جاهز وكده لا كان هيعمل جبهه كويسه قوي قوي، وهو لعيب كوره كبير يعني. طيب مين اسوأ لاعب في نادي الاهلي النهارده؟ مش اسوأ برضه هنقول يعني ماشي. اللي هو ما قداش احسن واسوأ، هي عكسها كده. ما هو عشان الناس ما تزعلش. ماشي. يعني ممكن بيرسي تاو الشحات. بيرسي تاو الشحات. انا هتعاطف مع الشحات شويه عشان بيبذل مجهود كبير. لا مش اداؤه يعني. وارد اللي النهارده ما يبقاش يومه يعني حاجه في الكوره، لكن الامكانيات بتاعتهم كويسه. لكن الاداء. طب بمناسبه بيرسي تاو بقى عشان نجيب من الاخر، بيرسي تاو حتى الاهلاويه منقسمين عليه. شويه يطلع منه حاجه ما تتوقعهاش. وشويه مطفي بطاريات. انت عايز رايي؟ اه. مش النادي الاهلي.
بيرسي تاو مش لاعب النادي الاهلي. كابتن حسن لا لا بيرسي تاو لاعب كبير يعني لاعب كبير بس انت بتقول على الطبيعي بقى احنا لا بيرسي تاو لاعب كبير. انا كنت في الفتره السنه اللي فاتت كمان كنت بقعد بنتقده جامد جدا لان كان اصاباته كتير. لما اصاباته اتشالت لا ده واخد احسن لاعب افريقي في القاره يعني فمش هياخدها كده. مين اللاعب اللي النهارده أسوأ؟ لا احنا مش عايزين نقول اسوء في الاهلي. مين احسن اتنين يعني لعيبه؟ لان النادي الاهلي كان فيه لعيبه كتير. لا ما ينفعش ما دام سالنا على الزمالك مين ما كانش في مستواه النهارده؟ لا لعيبه كتير لا لعيبه كتير يعني يعني بيرسيتاو وحسين الشحات حتى امام كان برضو بعيد عن مستواه. محمد هاني يعني في لعيبه كتير كانت النهارده بعيد عن مستواها. لو النهارده اللعيبه ديت مستواها كانوا بيأدوا الاداء الطبيعي بتاعهم لا النهارده كانوا ممكن يعملوا مباراه كبيره. طب ما برضه النهارده الجمهور قاعد يضرب اخماس في اسداس وقت الشوط الاولاني. هو احنا فين يا جماعه؟ هل انا بقى بقول ان لعيبه النادي الاهلي كان عندها ثقه كبيره جدا في نفسها؟ حسين الشحات عنده ثقه. اللعيبه بس ده انا كان عندي ثقه امبارح تهب مصر كلها في موضوع هي دي النقطه هي دي يعني هي دي الواحد. انا الحمد لله لعبت في الاهلي والزمالك ولعبت وعرفت الماتشات ده ولعبت كتير ديربي فعارف ان الماتشات دي عمرها ما تتاخد باللي انت لعبته باللي فات. لا النهارده ايه حالتك ايه في المباراه؟ انت بتعمل ادائك عامل ازاي؟ تركيزك عامل ازاي؟ هو في النقطه دي الباص بتاعك الاولاني الجري بتاعك. فالنهارده في لعيبه كتير قوي في النادي الاهلي كان عندها قرشه نفس تحس ان هم كانوا خايفين قلقانين قوي محملين نفسهم فوق طاقتهم. فدي كانت مضايقاني قوي 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 من لعيبه كبيره بتلعب نهائيات افريقيا وبتاخد بطوله افريقيا وبياخدوا دوري و وحاجات كتيره. طيب على ذكر الكاس في ناس قالت لك والله انا عايز الكاس يبقى في مصر وفي ناس قالت لك لا ده عادي جدا انه يكون في السعوديه. في ناس قال انا ده كان رايي انه انا ما دام عندي منتج متميز ما انا بالتاكيد ناس هتجري ورايا. هو الدوري بتاع الصومال ولا بتاع مش عارف فين حد هيروح يقول له انت فين. فشفت ازاي فكره ان الدوري لاول مره خارج مصر الكاس يعني خلينا نقول دي حاجه ايجابيه للعلاقه السعوديه المصريه او المصريه السعوديه. يعني ده احنا رايحين السعوديه او هيتعمل في السعوديه فدي حاجه الشعوب بتتقارب. السعودية دولة شقيقة فيها مصريين كتير في حب على الجوانب المصرية السعودية أو السعودية المصرية. فمش عيب اللي أنا أشوف إن أنا أسوق المنتج بتاعي ده في بلد. أنا حلوة الجملة دي أسوق المنتج ده اللي أنا قلته الأسبوع اللي فات في البرنامج صحيح فأسوق المنتج بتاعي في بلد فيها مصريين كتير ونفسهم يشوفوا والجمهور كله اللي كان موجود تقريبا 90% منه مصريين. انا كنت حاسس ان قاعد في شبرا مش قاعد في الرياض. ما هو كله مصريين اصلا يعني بشوف الناس اللي هناك المغتربه والناس اللي عايشه هناك من حقها تتفرج وده الاهلي والزمالك برضو يعني. بالظبط. زائد ان في روعه حصلت في الاستعدادات طبعا. وفي الكاميرات وفي عايزين برضو يعني نقول العلاقه يعني بعيد عن الكوره في العلاقه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه بين الدولتين مصر والسعوديه. فده بينعكس على العلاقات ودي حاجه هتفيدنا وهتفيد السعوديه برضو لان ده بنبين للناس لان في اقاويل كانت اتقالت ان في مشاكل او في سوء فهم بين الجانب المصري والسعودي. يعني طبعا انت عارف مين اللي بيقول لكن اللي حصل ده بيعكس او بينفي طبعا. الامور كلها طبعا. ويبين ان الامور ماشيه على الجانب الصحيح. طيب بطولاتنا بره في السوبر في الامارات وفي دي الكاسه وشفناها في السعوديه بتشوف الحكايه دي ازاي؟ انا شايف ان دي حاجه ايجابيه جدا وحاجه كويسه جدا ان انت تطلع المنتج بتاعك وتسوقه وتخلي الناس يبقى تتفرج الناس المغتربه ان هم بقى لهم كتير بيبقوا عايشين بره يتفرجوا على اللعيبه اللي هم بيحبوها. وانا شايف ان دي حاجه ايجابيه جدا جدا لتسويق المنتج بتاعك. طيب مجلس اداره نادي الزمالك هل بدات تبان البصمه بتاعته؟ لا لسه لسه جايبين تدعيمات لسه في استقرار اداري وفني والمدرب لسه جايب بقاله 4-5 ماتشات لسه ما لحقش يعمل التوليفه بتاعته او الشغل بتاعه. لكن في استقرار فني استقرار اداري دلوقتي في مجلس الاداره موجود وده حاجه ايجابيه. ده رقم واحد لان الاستقرار الاداري بينعكس على طول على الاستقرار الفني. فبالتالي في استقرار. الراجل لسه جاي حصل النهارده مباراه خلاص ننساها عنده كونفدراليه وعنده دوري الامور جايه واحنا عارفين الكلام ده كزملكاويه الامور جايه لان الصفقات لسه جايه برضو وفك الكد والحاجات المشاكل اللي احنا كنا عايشين فيها دي. لكن الامور بدات تتحل حتى بعيد عن الهزيمه الفرقه بقى لها شكل
بقى ليها شكل، بينقصها بينقصها حاجات بسيطه بس، لكن الفرقه ليها شكل مع تدعيمات في الصيف لكام لعيب برضو، لا الامور هتبقى احسن بكتير. يعني معنى كده ان البصمه باينه، يعني اللي مجلس الاداره بصمتهم باينه، يعني لو قارنا بالمعدل الزمن اللي هم ابتدوا فيه يبقى يا دوبك ده كويس. كويس، ومجلس معذور لسه جاي. عايز اقول لكم على حاجه، انا وانا صغير ما استوعبتهاش، ان في يوم من الايام فتحت الجورنال قالوا لي حسام وابراهيم راحوا الزمالك. انا ساعتها حسيت ان كل حاجه ممكن تحصل، يعني في حاجات كتير قوي اتغيرت في دماغي. اول ما قريت خبر حسام وابراهيم في الزمالك، هو كان بالنسبه لي مثلا كانه ايه، انت نايم يا عم اصحى في حلم جديد. ده حلم مش موضوع. صحيح. انتوا الاثنين لكم خبره في المواضيع دي، ازاي وازاي كمان الجمهور اللاعب والجمهور بيقدروا يتاقلموا مع فكره اهلي وبعدين زمالك، بتمشي ازاي؟ لا هو يعني انا واحد منهم، يعني عشان كده ضربتها لك يعني انا واحد منهم، بس انا كنت في النادي الاهلي، موجود في النادي الاهلي لغايه ما النادي الاهلي مشاني فرحت نادي الزمالك. ما ما انا بتضايق من نقطه ايه، ان انت تكون في نادي، يعني مثلا يكون زي امام او مثلا او اي لعيب بيبقى موجود في النادي ويحارب عشان يروح النادي التاني. او هنا او هنا، يعني دي حاجه بتضايقني، لاني احنا كلعيبه على فكره انا مختلف على كلمه يحارب، هو بيجي له عرض. لا لا لا، يعني انا بتكلم في نقطه ايه، انت لازم تبقى عارف قيمه الناديين دولت، وتبقى عارف وما تلعبش على مشاعر الجماهير، لان انا شايف في لعيبه كتير جدا بتحاول تستغل النقطه ديت. يكون هو في مثلا في النادي الاهلي وبيتكلم كويس جدا عن النادي الاهلي، راح الزمالك بيقلب يقول لك انا كنت زملكاوي وانا كنت زملكاوي وانت داخل اوضه اللبس بعد ما كنت في اوضه اللبس بتاع النادي الاهلي رايح اوضه اللبس بتاع الزمالك، ونازل لابس التيشيرت الابيض بعد ما كنت لابس التيشيرت الاحمر، وكنت في مختار التتش وبعدين رحت ميت عقب، حاجات كتير قوي دي عايزه كهربا في الدماغ دي. لا لا فعلا، فذكر كهربا فعلا الموضوع صعب جدا. انا لما كنت في النادي الاهلي ورحت الاجواء مختلفه، الامور مختلفه، عقبال ما بتتاقلم كده بتاخد وقت. يعني انت بتاخد دايما، بتبقى قلقان من الجمهور؟ يعني الحمد لله كان شخصيه الواحد ما بيبقاش قلقان من اي جمهور يعني، بس كنت دايما مركز عشان عارف ان جمهور الزمالك لازم اعمل حاجه كويسه عشان يتقبلني. زي ما دلوقتي بس انت اهلاوي. لا انا اهلاوي، انا راجل اهلاوي، وقلتها قبل كده ان انا راجل اهلاوي، لان انا تاريخ انا ناشئين النادي الاهلي. بطولاتي حتى وانا في الناشئين مع النادي الاهلي، بطولاتي لما طلعت 5 سنين وانا في النادي الاهلي. فصعب ان انا ابقى زملكاوي. كابتن وليد، تفتكر الجمهور بتاعنا متقبل الفكره دي دلوقتي ولا ما زالت؟ وشفنا النهارده، خلينا صراحه. لا متقبلها يعني، لا متقبلها يعني ومجالس الاداره بتتقبل في لا نفس الوقت. انا بتكلم على الجمهور، الجمهور بينسى. مجلس الاداره، ما جينا لو جينا اتكلمنا مثلا على امام عاشور لما شتم موضوع في النادي الاهلي، ودلوقتي بقى في النادي الاهلي مجلس الاداره تقبل الحوار اللي عمله، تقبله وجابه النادي الاهلي. الجمهور نفس الكلام، كان عنده اعتراض في الاول وبعد كده جه. يعني انا مثلا كجمهور اهلي، هل النهارده لو كنت قلت لي حد هيجيب في الجم الزمالك كنت اتمنى كل العشر لعيبه بما فيهم الجون معانا عبد الله السعيد، خلينا صراحه ليه اكدب وعشان طالعين هو يعني قصه لا ممكن هنا امام بيتقابل ولا هنا بيتقابل. لا ممكن امام على اساس اللي هي الناس فاهمه اللي هو جاي من الزمالك. لا انا بقول لك مش عايز جون يدخل فيا. أيوة. فممكن ممكن عوادي يدخل فيا عادي جدا، لكن عبد الله لا. بس عبد الله مش هنخبي يعني. ما هي بص هقول لحضرتك حاجه، بس يعني مش زي عبد الله. بص هي الكوره برضو تشجيع الكوره متفاوت، يعني انا بشجع الكوره غير حسن ما بشجع الكوره، غير حضرتك بتشجع الكوره. انا بشجع الاهلي. ليا رؤيه، ليا موقف، ليا قال لك الروح الرياضيه. انا ما اعرفش الروح الرياضيه الحمراء، بس ما هي كده. فنقول التقبل لا موجود، بدليل اللي هو اخر حاجه حصلت موضوع امام عاشور وموضوع الشتيمه اللي حصل يعني. لكن هو دلوقتي لعيب في النادي الاهلي، ولعيب كبير، ولعيب يعني انا بحبه جدا، وكنت اتمنى يكمل في الزمالك. لكن برضه هقول لك ان عمر ما حد في الاهلي كده امام لسه عنده اكتر من كده. لا معاك انت، عمر ما حد في الاهلي وانت بتلعب كده قال لك مساء الخير على ايه؟ يعني وانت بتلعب في الزمالك اجي الاهلي؟ جالي مرتين. جالك مرتين؟ وكان ردك ايه؟ لا كمل في الزمالك. جالي في قبل ما اروح الزمالك 2000 مع الباشمهندس عادل القيعي، وجالي في التجديد مع الاستاذ محمد عبد الوهاب مع منول الجوزيوي. لو كنت اليومين دول كنت هتعمل ايه؟ زملكاوي مهما كانت العروض. عايز ايه يا سخان؟ لا انا عايز ايه عشان ضيوف عندك يعني.
لا اللي انا اقصده انه في لعيبه بتبقى لا يعني هو اللي انا بستغرب ما تقربش ناحيتها، حدش هيروح لشيكابالا يقول له تعالى في نادي تاني. لا يعني لا في لعيبه كتيره قوي في نادي الزمالك في الجيل بتاعك اللي هو خد كل البطولات وكده كان دايما مثلا يعني كان هيمضي في النادي الاهلي. في لعيبه كتير مش كان ده في يعني هي دي هي دي برضه حاجه. لا احنا في جمال عبد الحميد ده لو رجعنا ورا بقى وفي كتير في حاجات. لا انا بتكلم ان هو في جيل كده اللي هو من 2000 لغايه 2004 في لعيبه كتير جدا كانت هتمضي في النادي الاهلي وواحد. لكن انتوا بتقولوا ان الجمهور بدا يتقبل فكره الاحتراف. لا انا ما لا مش مع كابتن وليد. لا اللي في القلب هو في القلب في القلب لان كل واحد لو النهارده كان عبد الله ما يستلم الكوره كان الجمهور بيزوم عليه، امام ما بيزوم عليه. أيوه فعمرهم ما هينسوا ابدا، وبالذات النهارده كمان جمهور الزمالك مش هينسى ان امام جاب جون النهارده. في ايوه اصلا مش قاعده ثابته يا حسن يعني مش قاعده ثابته. لا ما نتكلمش يعني على اصل احنا ممكن انت تتقبل انا اتقبل. يعني هو عايز يقول لك الغالبيه العظمى تقبل، لكن في بقى شويه زينا كده. اصل بص يا يعني الكلام في الموضوع ده ما ينفعش تتكلم بالحريه المطلقه. لا ما هو في تفاوت ممكن ما ينفعش اقول لا كل الجمهور مش هيتقبل. لا ما ينفعش تقول كده، في البعض تقبل بس كده. البعض بس. تمام. بكل الاحوال اعتقد ان احنا كلنا كسبنا النهارده، كسبنا شكل رياضية. عام كسبنا شكل جميل، مجالس الاداره مع بعض قبلها صحيح. بيوم صحيح. اللعيبه النهارده ممر شرفي النادي الزمالك، مشهد اعتقد ان هو يعني كل رياضي من قلبه سعيد ومبسوط بيه يعني. صحيح يعني هي الروح الرياضيه بصراحه النهارده غير اي مباراه سواء من الجمهور واللعيبه او مجالس الاداره. بالظبط. مبروك للنادي الاهلي في الاخر بصراحه قدر يكسب، وهارد لك نادي الزمالك وبالتوفيق ان شاء الله في بس الوعد. عايز يقول برضه هي من فتره لما كابتن خطيب راح طبعا مجلس اداره نادي الزمالك، هي الموضوع من بدري يعني الامور ماشيه خطوات وهي دي المفروض الرياضه تبقى كده يعني. صحيح. هي دي كسبت اقول لك مبروك، خسرت هارد لك. وانا شايف ان مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك ماشيين في خطى للبلد ان شاء الله في الاخر يعني إن في الاخر طول ما الكوره كويسه الناس هتبقى مبسوطه. ده صحيح مفيش كلام. انا بشكركم شكرا جزيلا. شكرا. كل ديربي اهلي زمالك ان شاء الله نبقى موجودين ان شاء الله. الاهلي يكسب كالعاده كابتن وليد من غير ما تزعل. وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دي اخر حلقه لبرنامج كل يوم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. البرنامج سيتوقف الى نهايه عيد الفطر المبارك. كل سنه وكل المصريين بألف خير، وإن شاء الله نرجع نشوف حضراتكم على ألف خير بعد أجازة العيد. يا رب مصر تبقى بخير، يا رب كل المصريين يكونوا بخير، يا رب رمضان يعدي علينا في سعادة وصحة وراحة بال ويسترها على بلدنا في كل شيء، وإن شاء الله نشوف أيام أفضل في الأيام القادمة. بشكركم شكرا جزيلا. أشوف حضراتكم بعد العيد الصغير إن شاء الله. خليكم معنا. خطيرة خطيرة.